عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو اللي غنقدم فيه جوج أنواع نتاع العصير بمناسبة شهر رمضان الكريم. الله يدخلوا علينا إن شاء الله بالصحة والهنا والراحة إن شاء الله. العصير كما غادي تشاهدوا طريقته سهلة والمقادير ديالو سهلة وفي متناول الجميع. غادي نخليكم مع المقادير. لتحضير العصير الأول كنحتاجو برتقالة بقشورة، وكنحتاجو برتقالة أخرى بلا قشور، وواحد الليمون أو الحامضة بالقشور ديالها، وواحد جوج نتاع الجزر مقطعين ومقشرين، وكمية اللي كتبغوها في الذوق نتاع العصير. كنقطعو الليمون ديالنا والحامض كنقطعوه قطع صغيرة، ديالنا والبرتقال كنضربهم بوحديتو نتاع الماء ونخليهم يطيبو مدة 15 دقيقة. بعد ما طابو كنصفيهم وكنضيفو يطرو آخر نتاع الماء بارد فاش غادي نطحنو المكونات. كنضيفو واحد نصف علبة تاع خميرة أنزا، كنحاولو نصفيو باش نحصلو على داك العصير اللي يكون خفيف. وفي الأخير كنوضعو العصير ديالنا في الثلاجة باش يبرد ونقدموه بارد. وهذا العصير الأول اللي حضرناه، نشربوه إن شاء الله بالصحة والراحة. دابا غادي نمشيو للعصير الثاني اللي كنحتاجو فيه جوج حامضات مقشرين، وكمية نتاع سنيدة، كمية على حسب الذوق نتاع كل واحد، وجوج فرماجات. دائما كنقطعو الحامض ديالنا ونحاولو نحيدو منو العظام باش ما يعطيناش المرورة. نقطعوه قطع صغيرة باش من يعني نحاولو نعصروه مزيان في الطحانة.
دائما في المولينكس كنوضعوا ليها الكميه نتاع اللحم اللي قطعناها وكنضيفوا لها الصنيده. ويطروا نتاع الماء وكنخليوه حتى الاخير عاد كنضيفوا المكعبات نتاع الجبن. ونصفيه بطبيعه الحال رجعنا العصير ديالنا المولينكس باش نضيفوا له المكعبات نتاع الجبن ونزيدوا نطحنوا شويه باش يتخلطنا الجبن مع العصير. هذه يجي عصير رائع، كتحس بانك كتشرب واحد العصير بواحد النكهه نتاع مغايره للنكهات الاخرى، وكنحصلوا على واحد العصير كذلك فيه واحد الرغوه، ديك الرغوه اللي